السلام عليكم ورحمة الله. أصحابي إن شاء الله عيدكم مبروك والناس كله الأمة الإسلامية وتونس. هذايا خاطر الولاد قالوا لي كان مشيت صليت بالله في استاد من استادات اللي عملتهم فرنسا اليوم باش يصليوا فيهم بالله، عملنا فيديو. هذايا استاد في قلب باريس برسك، استاد دي دركبا في لو فالوا، معناها برسك 12 كيلومتر على الشونزيليزي. انا جينا من بعيد خويا لهنا وبرشا اخوه، وان شاء الله خويا باش نصليو صلاه العيد لهنا. بالله ميساج لك الشيخ هذاك البارح، ومنصب روحه شيخ وخارج يفتن في العباد ويفطر اون ديريكت، مش كان اقترح على الدوله ولا تحل الاستادات وعمل الفيديو باش تصلي فيه العباد صلاه العيد خير، والعباد اللي تقلد فيه كان في الحكايات الفارغه والتفاهه. للاسف طلعوا الفرنسيس محترمين ديننا اكثر منا نحن. ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله ربي يسامح من كان سببك هو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.